قال في سبل السلام: لو ظهر الرجل يريد طلاقا كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، فهل هذا صحيح؟ وكيف أجمع بينه وبين إنما الأعمال بالنيات؟ الله تعالى الظهار ظهارا، كان الجاهلية تجعله طلاقا، فالله حكم بأن الظهار ظهار تحريم، وبين فيه الكفارة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فلا يجعل طلاقا. فإذا قال أنت عليك ظهر أمي أو ظهر أختي أو بنتي فإنه ظهار، ولو نواه طلاقا فهو ظهار كما شرع الله ضد أعمال الجاهلية، فطأت الله مع الجاهلية فيكون له حكم الظهار وعليه الكفارة، وهي عد رغبة، فإن عجز صار سنة متتابعين، فإن عجز أطعمه في مسكين قبل أن يمسها. أما إذا قال أنت طالق ولا مظهر ما يصير ظهار، يعني هذا ما يتعلق بها، أنت طالق له صريح الطلاق، فلا ينتقل عن صريح الطلاق إلى معنى آخر.